اهلا وسهلا بمشاهدينا في قناة التاسعة. في برنامج التاسعة كان سعداء بالتواصل معكم في متابعة يومية لمسابقة كأس أمم أفريقيا والمشاركة التونسية مصر 2019. سعيد بالترحيب بالحضور. نبدأ على يميني الكابتن محمد الوضاحي مدير قنوات بي سبورت في باريس. اهلا وسهلا كابتن. اهلا وسهلا عادل. محظوظ جدا اني متواجد دائما على يمينك، يعني انا دائما تبدا بي. ها سعيد جدا متواجد معك. اللهم اجعلنا دائما من اهل اليمين وحتى اهل اليسار قلنا ما نقول فيهم معنا. ايضا خلينا نعمل ضربه بضربه نجيب. سعيد بالترحيب ايضا بالكابتن عمار السويح. اهلا وسهلا. اشتغل على اليسار لكن التلفزي محمد. ايضا نرحب برضوان الفالحي. اهلا وسهلا رضوان. الناصر البدوي اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك عادل. مرحبا بيك ومرحبا بالحضور ومرحبا بمحمد. نورنا برشا 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 برشا. ايضا وجدي بوعزي اهلا وسهلا بيك. مرحبا بيك مرحبا بالحضور. منظر كبير اهلا وسهلا. مرحبا عادل. مرحبا بالنسكي. كواليس الحصة الفارطة برشا كلام وبرشا ضمار وبرشا تلقائية. هيثم الفرشيشي ووليد الرياحي في المونتاج. نشاهد. شكون عندك كرش؟ أنا مو شنو رايك في الكواليس كابتن؟ الكواليس لي الناس كواليس فيها يعني في كل صغيره وكبيره لي زاكوتي حاضرين و سا دون اون انفي دو كومونسي ليميسيون وتعطي حتى شويه جو ترطب الاجواء قبل ما نبدا وتعيش المشاهدين في ونرجعوا حتى لليله الفارطه واللي عنده دي ريزيرف يغير شويه يغير شويه. شفتوا سمير مش موجود اليوم. سمير غدوه يرجع. سمير سي عمار مرحبا بيك. بيك عايش. فيها ان انشينمون فيها معناها دي روتروفاي ساعات يعني برشا ناس بعضهم دونك نحكي على الميسيون بصفه عامه وبعد حتى الشاده المشاهدين كيف يشوفوا فوزي الرويسي مع السلي مع سمير اتسيتيرا منظر كبير دونك فما حاجات وتولي معنا هناك يعني ذكريات خالده الواحد يعاود يشوفها ويتفكرها. رضوان
بون الحقيقه عاد الفو دير لا فيريتي معناها التاسعه كان السنه لمت برشا عباد اللي عندهم سنين يمكن ما شافوش بعضهم اي سورتو لمت حتى لي جينيراسيون بيرسونيلمون معناتها فوزي ما مثلا ما نعرفوش بالكدا قبل دونك برشا ملاعبيه وبرشا كفاءات اللي عطات الكره التونسيه صافي بليزير توجور داتر بارمي فو ان شاء الله نقدموا الاضافه كما يلزم للمتفرج التونسي وان شاء الله المنتخب نتاعنا يتالق هذا ما نتمناه كابتن منظر اللمه هذه ما تصير كان في الكوب دافيك دو ناسيون الناس تتلاقى مع بعضها نهار بعد نهار مرتين ثلاث مرات في الجمعه وتحس معناها فما برشا ود وفما برشا محبه بين الرياضيين التوانسه خلاف اللي ما يقال ودون اعتبار بعض الاستثناءات لانه ديما تبقى حالات شاذه والشاذ دائما يقال انه يحفظ ولا يقاس عليه صحيح وديما حتى خارج الميدان سنسترمو العلاقه ما بين الملاعبيه وما بين المسؤولين نقول فيها برشا احترام محترمه يعني تلقاهم نفس الاشخاص في وسط الميدان يتصرفوا باسلوب معين وبطريقه معينه هما بيدهم يخرجوا ويتقابلوا في بلاصه اخرى ترى فكر اخر وتواصل اخر الحاجه اللي تميز في الكواليس تو انا شفتهم برشا كل شيء فما امبيونس حلوه فما ناس اللي تضحك يلوجوا في هكا باش الجو يكون فيه برشا تناغم يعني ناس اللي فريمون تحسهم اللي كانوا فيه عندهم برشا احترام ما بين بعضهم وهذه ميزه كبيره ياسر. وجدي يا عم البروزاج انت اللي مت هذه ولا؟ طقس خايب عاد شوف برشا سخان برشا سخان وفريمون السنه اكسبسيونيلمون انتم فريمون قناه التاسعه اكسبسيونيلمون التاسعه كان حلت البيبال الناس الكل اجيال اجيال من كل فرق مختلف الفرق نتاع تونس الكل فريمون لي كونسلتون زاد قاعدين يحضروا في لي بلاتو نتاعهم قبل لي زيميسيون الكل ترافاي دو لا جوا نحسوا في رواحنا كيب الكل مع بعضنا برشا جو لي كوليس سي بيان سني بادره ممتازه من التاسعه كان باش العباد اللي في ديارهم نوصلوا لهم الصوره والتحليل نتاعنا واحيانا التشنج نتاعنا نوصلوا لهم زاد شنو قاعد يصير في لي كوليس والفدلكه والجو والجاتو والماء وجو عائلي لكن في الكوليس هذيا اكتشفنا الناصر عنده صوت باين لا الناصر عالمي والله ما نجمش نكون خير من عمار السوايح اكيد ولا عمار السوايح تبارك الله ما شاء الله هو القدوه نتاعنا معناتها تعرف انت عمار بالنسبه لنا احنا قدوه في كل شيء لكن حتى في الصوت ما شاء الله عليه تبارك الله عليك لا والحاجه اللي باهيه عاد وانت عملت الكورال معناها معاه لا انا ما نخدم معاه مع سي عمار نخدم كل شيء ولهذا اليوم مهم نوريه العباد تصويرة أخرى خاطر احنا تو يشوفونا برشا الناس ما يعرفوش ليماج الأخرى اللي احنا عندنا راه تفادليك ونجم نغنيه ونجم نعيش حياة صحيح اكزاكتومون ولهذا مهم برشا الناس تشوف ليماج الأخرى نتاع تشوف الناس على طبيعتها صحيح مهم جدا خلينا نرجعوا للحقيقة ونشوفوا البيست أوف أبرز لقطات حلقة البارحة محمد الوضاحي اهلا وسهلا بك ارفع لكم القبعه ايضا على ما قدمتموه حتى الان خصوصا في هذه المسابقه الافريقيه سعيد مره اخرى بتواجد وسط هذا الجمهور الرائع وعبر هذه القناه الرائعه الله يخليك كونسيرنون الحقيقه الكاليفيكاسيون عادل انا قلت ترشح مخجل يمكن فضل بركات ربي ولا الحظ لانه المنتخب التونسي اذا كان نقعدوا لحد دقيقه 91 و92 مع موريتانيا يدينا على قلوبنا فهي خيبه المسعى راهو عندنا ملاعبيه ونعودها ونقول لك اللي عندهم دي كاليتي كبار واللي نجموا يوريه وجه مغاير على على, على لي تروا ماتش الاولانيين ماتش موريتانيا راهو لاعبين نلعبوا طويل ما حبيناش نلعبوا طويل راهو لانه لا ليزون تر ليني ما كانوش موجودين المنتخب نتاعنا في ثلاثه مقابلات عمل سته توزيعات برك طونديسك المعدل نتاع الفرق اللي تعمل في نتائج طيبه وعندها تصرف هجومي محترم في مقابله تحوص ما بين 15 و20 توزيعه في المقابله. فوزي الرويسي زياد جزيلي يحييك سلم عليك ويحيي الحضور وقال لك دخل شويه كرشك. بارك الله فيك يا زياد. قال لي بالله زياد كرتش من سوسه. تصور باش تجي خطوه ثانيه. قبل مباراه غانا ولا بعد؟ ما كل شيء يبقى وارد اما انا فهمتها اللي كونه هذه خطوه اولى. دار رجع كلامي المنظر. من الاخر بالكل رجعت كلامي انا. المفروض هو المدرب كيف يجيب اول شيء يجيب معد بدني يستثق فيه ولا يجيب مساعد، اما يجيب معد ذهني هذه ما فهمتهاش.
بصراحة كما عمل جورج ليكانس جاب مع نسيبو راجل زوجته اللي هو اللي عنده لا علاقة بكرة القدم وياخذ في راتب وياخذ في كذا. أنت قلت راجل زوجته راجل أخر راجل بنته راجل بنته كيما هو شيء دور دور والله ما نعرف دور مالكش هو ولا لا يعني في سلسلة طويلة يعني حتى راجل مرته أهو يا ابو محمد يا ابو محمد ان شاء الله على هذه الاجواء ان شاء الله نتمنى للمنتخب التونسي ان شاء الله انه يستدرك هذه الاخطاء يتدارك هذه الاخطاء. عجبتك الناصر بس راجل مرته قال لك لسان سير اخي عاد انا ماني عملت هكذا هكذا السيد المدرب النادي الافريقي تحب نعود اخويا لا مانيش نقول جيراني تقرقور تقرقور ها هكا ولا لا ما عاودش شكون قال لك عاود انت غادر تغزلني اي احنا تعرف شنو نعاودوا نمشيو لاحصائيات الدور الاول اكيد بالارقام انتهى الدور الاول فما برشا كلام باش يتقال على الدور الاول قبل ما ندخلوا طبعا في الصحيح في الدور الثمانيه تقرير مراد عمر ووليد الرياحي في المونتاج. برشا أرقام وعديد الإحصائيات اقترنت بالدور الأول من نسخة 32 لكأس أمم أفريقيا مصر 2019. خلال 36 مباراة تلعبوا في دور المجموعات سجلوا 68 هدف من بينهم 16 هدف بأقدام عربية. ثلاثة مباريات حضر فيهم النصيب الأوفر من الأهداف، 5 أهداف في كل من مباراة كوت ديفوار ناميبيا، كينيا وتنزانيا، ونفس العدد من الأهداف تسجلوا في مواجهة مالي وموريتانيا. 5 مباريات من جملة 36 مواجهة لم تشهد أهداف. 3 منتخبات تأهلوا لدور الثمانينيائي بالعلامة الكاملة 9 نقاط وهي مصر عن المجموعة الأولى، الجزائر متصدرة المجموعة الثالثة، والمغرب عن المجموعة الرابعة. المنتخب التونسي الوحيد اللي ترشح للدور القادم في المركز الثاني في مجموعته بثلاثة تعادلات من بين 6 مجموعات. أفضل خط هجوم عند الجزائر ومالي برصيد 6 أهداف لكل منتخب. أسوأ هجوم لبوروندي وغينيا بيساو غادروا الكان دون تسجيل ولو هدف واحد. أفضل دفاع يتشارك فيه كل المنتخب المصري والجزائر المغرب والكامرون دون قبول أي هدف. أضعف دفاع للمنتخب التنزاني قبل 8 أهداف. أعرض فوز للكونغو الديمقراطية ضد زيمبابوي 4-0. أفضل رصيد من الأهداف تسجلوا في الجولة الأولى بواقع 27 هدف. 11 اللاعب يتقاسموا صدارة هدفي الدور الأول برصيد هدفين من بينهم 3 عرب، المصريان أحمد المحمدي ومحمد صلاح، ثم الجزائري الموهوب آدم ونس. بالنسبة للمسات الحاسمة فإن الأفضلية ترجع للإيفواري فرانكيسي بثلاثة لمسات حاسمة. 7 ضربات جزاء تزفروا في 36 مباراة من دور المجموعات. 114 ورقة صفراء تم إشهارها تيلة الدور الأول. من حيث الإقصاءات فإنه 3 بطاقات أحمر تم إشهارهم على امتداد مشوار الدور الأول. طبعا كانت كل هذه الارقام الخاصه بالكان في الدور الاول.
سامار اجمالا كيفاش تقيم الدور الاول انطلاقا من كل هذه الارقام؟ الارقام تعطي معناها انطباع كونه ما يقارب هدفين في كل مباراه، معناها خلينا نقولوا في بعض الاحيان نسبه معناها محترمه. اللي عمل الفارق في الامور هذه الكل هو كونه نركز مليح، ركزنا اكثر مع الفرق اللي عندها الفوز وعندها التهديف وخاصه عندها عامل الفرجه. الاهداف هي اللي تخلي النسق يرتفع، تخلي لان مجريات اللعب تصبح كر وفر وتتغير من حين الى اخر، تعطي نسق تصاعد بعض الاحيان، دي تون فور دي تون فابل، تخلق معناها ليزوميسيون في الملعب في المدارج عند المتفرجين عند المعلقين. دونك هذه هي الغايه نتاع الاهداف. وشفنا الاحصائيات كما قلت اللي تعطينا انطباع اللي التدرج هذا منطقي في ظهور معناها الفريق الجزائري على جميع المستويات، سواء كان بارك بالماضي الجائزه اللي خذاها كافضل مدرب معناها في الدور الاول، سواء كان على مستوى الاداء اعطته الاسبقيه على الفرق الكل. الثاني المغربي معناها كفريق الفريق المصري لانه البلد المنظم، وبالرغم اللي نشوف اللي الفريق مكبل شويه بالحضور الجماهيري ما لقاش معناها التوازن نتاعو على مستوى الفرجه، لكن على مستوى النجاعه موجود. ولاريغور نتاع الفريق المغربي اللي معدل يعني ماهوش قوي معناها على مستوى معناها التهديف على مستوى خط الهجوم نتاعو، لكن هنالك يعني فريق متكامل وقوي وناجع ينجم يواصل على هذا المنوال ويحدث مفاجاه. وجدي بوعز هو تقريبا عادل كان محترمه من حيث الارقام، خلينا نقولوا لاعب نظيف. اذا كان ترى اليوم في 36 مقابله في الدور الاول فما 114 انذار اصفر، يعني تقريبا 3.16، يعني تقريبا كل مقابله ثلاث انذارات صفراء، وهذاك المعدل محترم. ثلاث كروت حمراء في 36 مقابله، عدد عادي محترم. من حيث النتائج او الارقام، من حيث عدد النقاط، يعني نراه اليوم الجزائر مصر المغرب بالعلامه الكامله 9 نقاط، لكن حذاري المنتخبات العربيه احنا نتمنى انه يوصلوا القدام ويخلطوا للمراتب المتقدمه الادوار المتقدمه، لكن حذاري البلان اللي تعمله في البول سي با ايفيدون باش يخليك تمشي بعيد، لازم تكون عندك واقعيه وفريق متوازن باش تنجم تحقق الارقام هذه الكل وتحقق الحلم. الحقيقه اليوم المنتخبات العربيه الاربعه اللي مازالوا حلمهم التتويج بالكاس العربيه، وهذيك امنيه كل تونسي الحقيقه، انه اذا كان مش فريق التونسي يوصل يحقق اللقب هذا، ان شاء الله فريق عربي يحقق اللقب هذا. كابتن محمد، ثلاث منتخبات عربيه بالعلامه الكامله في هذه الدوره هي مصر الجزائر والمغرب، شو يعني لك هذا؟ يعني بأن المنتخبات الثلاثة حضرت جيدا لهذا العرس، ولكن رغم أن المنتخبات الثلاثة تأهلت إلى الدور ثمن النهائي بالعلامة الكاملة، الأداء ربما كان أداء المنتخب الجزائري الأفضل بين الثلاثة، إلا أنني أتوقع بأن المنتخب المصري هو الذي ستكون له الكلمة الأخيرة في هذه المسابقة. تعرف مسابقات مثل الكان هي تعتمد أكثر على البراغماتية، فيها خبرة كبيرة عند المنتخب المصري. المنتخب المصري براغماتي يعرف يفوز في المباريات حتى لو يكون أداؤه متواضع. المنتخب الجزائري حتى الآن أدى ربما دور أول رائع تحت قيادة مدرب أعاد الروح إلى هذا المنتخب، أعاد تلك اللحمة التي كانت غائبة منذ عام 2014، أيضا تمكن من إيجاد الخطاب الملائم الذي يفهمه هؤلاء اللاعبون ويتأقلمون ويتبنون هذا الخطاب ويستطيعون تقديم هذا الوجه، إلا أن هناك العائق الآخر الذي يتمثل في الخبرة في دهاليز القارة الإفريقية. المسابقة الإفريقية أعتقد بأنها مسابقة خاصة جدا، والكباتن أعتقد أنهم يعرفون جيدا بأنها خاصة هذه المسابقة. المنتخب المصري عنده كثير عوامل تجعله يستطيع أن يكون المتوج في نهاية هذه المسابقة، من بين هذه العوامل والأهم ربما هو عامل الخبرة التي يتوفر عليها هذا المنتخب. عامل الجمهور أعتقد مثل ما قال الكابتن هو شوي ضغط على المنتخب المصري في الدور الأول، ولكن البراغماتية التي يتميز بها المنتخب المصري واستطاع بفضلها من حسم الدور الأول بالعلامة الكاملة ودون تلقي أي هدف تعني بأن هذا المنتخب ناضج، حتى في الظروف الصعبة يستطيع أن يحقق الفوز.
المثال الأخير الذي يمكن أن نضربه في مثل هذه الظروف هو المنتخب الفرنسي، لم يظهر وجه كبير فنيا في كأس العالم الأخيرة، ولكن بفضل براغماتية المدرب ديشان والطريقة التي لعب بها المنتخب الفرنسي توج. التاريخ يحتفظ بالتتويجات، الأداء أعتقد بأنه فقط للفرجة خلال المواجهة تماما، ولكن التاريخ يحتفظ فقط بال... لكن في النهاية يبقى ربما تمثيل عربي مشرف وجيد جدا حتى الآن. إذا استثنينا المنتخب التونسي اللي تحدثنا عليه كثيرا، أتمنى أن يعود إلى الواجهة وتنتهي كل ينتهي كل هذا اللغط المحيط بالنسور. طبعا كما قلت سيرجع للواجهة المنتخب التونسي ويلتحق بركب المنتخبات العربية اللي قاعدة تقدم في أداء باهر، إذا ما نقولوش باهر نقول أداء مقبول فنيا وخاصة على مستوى التنشيط الهجومي. هكا ولا يا كابتن؟ صحيح، هو الحاجة اللي تجلب الانتباه واللي تفرح اللي كونوا في الدور الأولاني الملاعبية العرب، يعني الملاعبية نتاع شمال إفريقيا كانوا أكثر قيمة وحاسمين من اللاعبين نتاع الأفارقة الأخرين. كي نشوفوا في المقابلات المواجهات المباشرة والمقابلات الرسمية نتاع المنتخب المصري ولا الجزائري ولا المغربي كانوا متميزين أكثر من الملاعبية نتاع السنغال والكامرون ونيجيريا والكوت ديفوار. نتكلم على المنتخب الجزائري، نتكلم على البلايلي رياض محرز في مستوى عالي وعالي جدا، المنتخب المغربي مرابط وزياش كانوا متألقين وكانوا حاسمين، المنتخب المصري تريزيجي وصلاح، هذوما اللي جلبوا الانتباه في الدور الأولاني أكثر من الملاعبية العرب، الملاعبية شمال إفريقيا أكثر من الملاعبية نتاع الفرق الأخرين. واضح، سنعود بالتأكيد للحديث عن الدور الأول لكن بعد أن نتوقف لحظات مع هذا الفصل. ناصر، البدو أكيد عندك قراءة فنية طبعا للدور الأول، المنتخبات اللي شد انتباهك، منتخبات اللي ربما بخلاف المنتخب التونسي ما كانتش في المستوى اللي بمثل صدمة اللي كنتي، نعتبر المنتخب النيجيري معنا مرة بجانب الحدث رغم اللي تأهل فهو يعني هزيمته الأخيرة من المنتخب الملغاشي تركت أكثر من نقاط استفهام. أعطيني رأيك في الدور لحد الان. هو اللي متاكد معناتها الدوره هذه فما هيمنه عربيه اليوم وقت اللي نحكيه، واحنا عاده وقت اللي نبداو الدوره هذه ديما نحكيو على نيجيريا وغانا، نحكيو على الفرق الافريقيه اللي عودتنا في السنوات الاخرى معناتها هي تكون بالجسم معناتها بالكونديسيون فيزيك نتاعها بحضورها البدني بالملاعبيه اللي يلعبوا خارج الفرق نتاعهم اللي يلعبوا في اوروبا يخليو ديما عندهم افونتاج انهم هما باش يكونوا يهيمنوا، وخاصة السنة نقولوا احنا الدورة تبدلت، هي الدورة في حد ذاتها وقت اللي تبدلت والكاف بدتها انه باش نشوفوا الملاعبية هذوما اللي كانوا يتشكاوا في الفترة قبل وقت اللي تصير الدورة هذه في نوفمبر وديسمبر، عدم حضورهم وعدم الجاهزية نتاعهم انهم ما يكونوش حاضرين من الناحية النفسية والناحية المعنوية باش ينجموا يعطيوا الأداء اللي احنا نتمناه. واحنا قلنا تو معناتها كنا الناس كل فرحانين، انا قلنا كي تصير في جوان معناتها في جويليا معناتها مهم برشا بالنسبة للملاعبية هذوما باش يكونوا مرتاحين باش ينجموا يعطيوا الأداء. طيب لكن اللي شفنا العكس، شفنا هيمنه عربيه الحق اللي هي معناتها فما بوادر كبيره تاكد انه الفرق العربيه نتاع شمال افريقيا خاصه مصر الجزائر المغرب تونس ان شاء الله معناتها الركب يوصل، انك تشوف معناتها من ناحيه الحضور انا نقول لك حتى بالرغم انه كما كان يحكي محمد المنتخب المصري فما صنعه في الكوره فما 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 نقولوا احنا لا ميتريز انك تكونش في التوب نتاعك وتعرف تربح ماتشواتك، راهم هذوما يقول لك سي عمار في ليكيب اللي تحب تمشي لبعيد واللي تحب تكون تهز لي شامبيونز ليغ وتحب تمشي لابعد ما يمكن انك ولو حتى ما تكونش في احسن حالاتك تعرف كيفاش تتحصل على النقاط نتاعك، وهذه هي نقاط من نقاط القوه اللي تخليك تنجم تتحصل على الالقاب. معناتها هذا ناكدوا اليوم زاد تسجيل 68 هدف في على 36 مباراة، يتسمى زاد معدل محترم ومحترم للغاية، يخلينا معناتها إن شاء الله معناتها في المباراة القادمة باش نكون مشتركة مع المنتخبات العربية الثلاثة
ثلاثة في المنتخبات ما قبلوا حتى بونتو في ثلاثة مقابلات في ثلاثة مقابلات اللي لعبوها سجلوا وزيروا بيوتون كيسي في ثلاثة مقابلات هذا ما يأكد زير المغرب ومصر هذا ما يأكد منظر وقت اللي نحكيه على إيكيب تحب تهز تحب تهز دي تيتر يجب تكون عندها يوناسيس ديفونسيف باهية يجب الديفونس تكون باهية باش تنجم تتحصل على الألقاب رضوان الفارح يمكن تقريبا كل شيء تقال ما شاء الله لموا كل شيء الأولاد لكن حبيت نضيف الكان هذه راهي سبيسيال في ظل معناتها عدد المنتخبات المشاركة أول مرة التوقيت اللي هو معناتها في الصيف أول مرة نفس الشيء وكذلك المشاكل اللي نعرفوها الكل بدأت قبل ما تبدأ الكان هذه في ظل معناتها في الأروقة متاع الكونفدرالية كانت فما العديد والعديد من المشاكل المحيطة وفما تساؤلات زادة على مستوى التنظيمي في مصر نقول أنا إلى حد الآن الحمد لله الأمور تقريبا سلامات مستوى فني محترم معدل زوز أهداف تقريبا في كل مقابلة العلامات اللي أو الحاجات اللي لفتت الانتباه متاعي هي أكيد معناتها 11 هداف في الدور الأول إلى حد الآن ما شفناش المهاجم اللي برز وقال تفوق على اللاعبين الأخرين وخلى نفسه علامة فارقة في حد الدور الأول النقطة الثانية زادة كان حكي فيها سي منظر معناتها ثلاثة فرق اللي تحصلت على 9 نقاط ما قبلت حتى هدف دونك يدل أنه إذا كان تحب تعمل فريق قوي وياخذ الألقاب ما لازمكش تقبل عدد كبير من الأهداف إلى حد الآن المنتخبات العربية متألقة صحيح لكن راهم بعد أبارتير من الكارد فينال ودومي فينال والأويتيام تتغير المعطيات حسب رأي الخاص نشاطر أكيد سي محمد 100% أنه مصر عندها التراديسيون تاعها وعندها كلمتها في الكاس الأفريقية دونك إن شاء الله نتمنى بقية المنتخبات زادة تكمل في نفس اللونسي ميم سي سافاتيتر ان بو ديفيسيل وحاجة أخرى لفتت انتباهي هي أكيد منتخب أوغندا ومدغشقر اللي قاعدين معناتها زوز أحسن سوداء في الكان هذايا والبنين زادة البنين أقل نوعا ما لكن أوغندا ومدغشقر مدغشقر البرمي متاع البول متاعها وأوغندا أربع نقاط من بعد مصر قلقتها بالكدا إن شاء الله نشوفوا معناتها بقية الأدوار يكونوا على مستوى فني عالي إن شاء الله منتخبات السؤال يطرح نفسه زادة هو كونه البلدان المغاربية الثلاثة معتمدة معناها بصفة كبيرة على اللاعبين مولودين خارج معناها الوطن ومتكونين خارج الديار ويعبوا في البطولات الأوروبية لكن هل من سؤال مطروح إيش معناها دور الاتحادات والإدارات الفنية ونطرح سؤال حتى نحسن في معناها في العمل نتاعنا ومستوى البطولات نتاعنا وتطويرها حتى يصبح معناها المستوى متقارب البعض اصبحت هذه يعني حل من الحلول مرحبا به ولا محاله والنتيجه بتاعكم في الاخر لكن حل من الحلول اللي نلقاوه وينجم يسهل لنا الامور واضح سنكتشف وسنرى ما تبقى من المباريات حتى نحكم على مردودهم ومستواهم وخاصه انضباطهم التكتيكي واستعدادهم البدني باعتبار أنه النسق الكبير على مستوى البطولات الأوروبية اللي شاركوا فيها نرجع على كل حال للمنتخبات العربية مصر الجزائر والمغرب بالعلامة الكاملة تقرير عصام الزناوي ومونتاج حمدي تراب انتهى الدور الأول وانتهت معه مرحلة جمع النقاط بدأت المنتخبات تستعد لمرحلة حاسمة يمر فيها الفائز ويغادر فيها المغلوب من جملة 5 منتخبات عربية في النسخة الحالية من الكان 3 منتخبات تخطات الدور الأول بالعلامة الكاملة مصر المغرب والجزائر الفراعنة عبروا للدور 16 في المرتبة الأولى بـ3 انتصارات على زيمبابوي جمهورية الكونغو آخرهم أوغندا مصر صاحبة الرقم القياسي في الظفر باللقب الإفريقي في النسخة الحالية حققت المطلوب بالحصول على 9 نقاط نتائج حضرت فيها الأرقام القياسية بشباك نظيفة في 3 مواجهات حصيلة لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية مع تسجيل 5 أهداف في شباك المنافسين رغم هذا الإنجاز فإنه الجيل الحالي بقيادة الفرعون محمد صلاح ما أقنعوش في الأداء رغم عامل الأرض والجمهور مواجهات عرف فيها المنتخب المصري صعوبة في فرض نفسه الشارع المصري سائل عن سر هذا الأداء المتواضع لكنه متفائل من وجه آخر مغاير في الدور القادم عند مواجهة جنوب أفريقيا المنتخب المغربي بعد بداية تحضيرات كارثية الأمور تتغير نحو الأفضل مع انطلاق الدور الأول أسود الأطلس تزأر بقوة وبكتيبة نجوم عالمية تحقق 3 انتصارات ضد ناميبيا وكوديفوار وجنوب أفريقيا صحيح أن الفريق مسجل كان 3 أهداف لكنه تميز بطريقة لعب وأقنع في الأداء بفضل جاهزية عديد النجوم على غرار المحارب نوردين المرابط حكيم زياش أنصيري والباقي
المنتخب المغربي أيضا خرج من الدور الأول بشباك نظيف، حصانة دفاعية كبيرة ظهرت على الأسود المغربية، عامل أكد قوة الفريق. بعد الأداء المقنع في الدور الأول، كل المتابعين والملاحظين أكدوا أن المنتخب المغربي يملك كل مواصفات البطل. المغاربة بدورهم يمنوا النفس بتحقيق اللقب على الأراضي المصري والعودة إلى منصة التتويج بعد غياب طويل منذ 1976 في ظل كتيبة النجوم ودهاء الثعلب إيرفي رونار المتعود على الأجواء الإفريقية واللي سبق له تحقيق اللقب في مناسبتي. المواجهة القادمة في الدور 16 باش يكون فيها الزملاء مبارك بوسوف في مواجهة البنين، محطة أخرى تبدو على الورق سهلة للمغاربة للتقدم في الكان نحو محطات أفضل. ختام المنتخبات العربية المتألقة يكون مع الجزائر، المنتخب الأفضل في الدور الأول من حيث الأرقام. 3 انتصارات ضد كينيا، السنغال وتنزانيا، نجوم كبير كما محرز، فيغولي، سليماني، البليلي والناس والبقية، مجموعة بين الأساسية وعلى البنك بنفس الروح والعزيمة والأداء. جمال بالماضي بالوطنية الجزائرية وقربه من الملاعبي خلى الأجواء إيجابية، عوامل ساهمت في هذا المردود الكبير. المنتخب الجزائري في الدور الأول أقنع أداء ونتيجة، 6 أهداف مسجلة في طليعة المنتخبات الأكثر تسجيل. الفريق ما قبلش حتى هدف، منظومة دفاعية وهجومية تشتغل بالشكل المطلوب. الجزائر بعزيمة كبيرة تطمح للظفر بالكأس للمرة الثانية بعد غياب 29 سنة. المواجهة القادمة لأبناء جمال بالماضي باش تكون ضد غين، امتحان آخر للمجموعة لفرض الذات ومواصلة المشوار بثبات. الفراعنة، الأسود والأفنيك، 3 منتخبات تألقوا في الدور الأول بأرقام متشابهة وأخرى متفاوتة، الإجماع شبه حاصل أنهم يملكوا خصال البطل، فهل يتحقق الأمل وتنجح المغرب أو الجزائر في إضافة كأس إفريقية أخرى للرصيد أم تواصل مصر الريادة بلقب جديد؟ الثابت أنها انتفاضة عربية كروية في هذه المسابقة الإفريقية، أكيد سنعود الحديث عنها وعن تألق المنتخبات العربية، لكن وقيت الآن مع بروموكود تايم. ما عادش بكري، يلزمني نمشي للدار. علاش مزروب؟ أورديناتوري، شفتوا أورديناتوري؟ مش بيه أورديناتور؟ حاجتي بيه، فما ماتش باش نميزي. حل التليفون. فاش قا ما ولا باس. حل التليفون، تيلي شارجي الابليكاسيون، تميزي على اللي تحب، فين ما تحب، ووقت ما تحب. اي بون. وي. تيلي شارجي وحط اختار. برومو كود. ربح استنى فيك. شنو اسمها الابليكاسيون؟ برومو كود. إذن الربح دائما مع بروبوكوت، طبعا المرة هذه في نقطة خارجية. أنسل بقلوتي في أحد مقاهي العاصمة، أكيد برشة مفاجآت وبرشة تفاصيل تعطيها لنا على المباشر. أنسل وسهلا بك. اهلا عادل، يظهر لي خيط بلاستي في البلاتو اليوم، دونك باش نرجع لكم غدا ما تخافوش. كيما وعدنا السادة المشاهدين، دونك هبطنا سيغ تيران، دونك نمشيو للقهاوي، اول قهوه بدينا بها في منطقه العوينه. دونك باش نعمل ملخص على الماتشات نتاع غدوه. كيما تعرفوا دونك غدوه الماتشات نتاع الويتيان دو فينال باش يبداو. الماتش الاولاني المغرب والبنين، كوتة الربح المغرب 1.60، التعادل 3.60، انتصار البنين 7.50، والماتش الثاني اوغندا والسنغال، دونك كوتة الربح اوغندا 8، التعادل 3.60، انتصار السنغال 1.60. وبالنسبه للدنكي بيت والمنكي بيت، دونك باش الساده المشاهدين ما يقعدوش يستناو فينا، دونك يمشيو على الباج فيسبوك نتاعنا برومو كود تونيزي ويشوفوا لي دنكي بيت والمنكي بيت. توا باش نعملوا دوره، بيان سور قبل ما نعملوا دوره نقولوا للعباد كان يحبوا يشاركوا معنا اللي باش يلعبوا يلعبوا على برومو كود بوان كوم، سينو على الابليكاسيون اب بوان برومو كود بوان كوم. عندي لونفلوب تشوفوا فيها، دونك باش نحل لونفلوب المره هذيا كان تسمح كابتن في بلاستيك، نشوفوا شنو فيه. دونك كالعاده لونفلوب مسكره كيما سنسناكم. ايه شنو فيها؟ دونك فيها 5000 دينار بونوس. 5000 دينار بونوس. دونك باش نلعبوا على زوج ماتشات، الماتش الاول شنو هي النتيجه النهائيه؟ شنو هي النتيجه النهائيه لمباراه المغرب والبنين؟ والحاجه الثانيه شنية النتيجة النهائية لمباراة أوغندا والسنغال؟ وباش نبداو كما تشوفوا هوني في القهوة العباد كل تفرج على التاسعة، كان تفرج عليك كابتن، دونك باش نبداو نعملوا دورة ونشوفوا معانا. عسلامتكم الأولاد، عسلامة.
عايشك انت توا في الديريكت مع تسعه كان مرحبا بك عادل عايشك نجمش تقول لنا شنو انت بعادك على المردود على المنتخب التونسي قبل؟ والله ان شاء الله نصوره باش يربح انا معناها البارتي الجايه وان شاء الله ما فما كان خير معناها ونصور معناها تتحسن على الاطراح اللي قبله معناها ولا بيس ان شاء الله مربوحه ان شاء الله باش نعطيك ورقه باش تعمل معانا دونك مع برومو كود ان شاء الله مربوحه عليك دونك هكا الورقه تكتب لي نوم وتليفون والاسم نرجع لك من بعد باش ناخذ من عندك الورقه وان شاء الله مربوحه نتعدي ونشوفوا مشترك اخر عسلامة عسلامة قد ما نروح بساعة بنفسهم اسمي محمد عز برومي باك سنة نجحت الحمد لله نجحت مبروك صدقوا لي بربي في البلاتو خطر نجح دونك في لي اكسيون تاع مبروك تصفيقه حاله هكا ان شاء الله الوالده تكون تسمع فيك وتتفرج فيك اليوم معانا على التاسعه كان باه تعطينا رايك في منتخب في المردود نتاعو وشنو التكهنات نتاعك على الماتش نتاع نهار اثنين ان شاء الله بون ليفيكتيف تاع المنتخب ما عجبنيش حتى طرف خاطر بارابور لي ماتش دو كاليفيكاسيون لي ماتش اميكو اللي عملوهم ماهوش به حتى طرف اي سورتو الفورماسيون كامله تبدلت معناها بون جيسبيغ لونترينور يبدل الفورماسيون على الاقل خلي نخطو نعملو حاجه السنة اي هذاك هو البزوان معناها انا نتكهن اللي هي باش يجي تروح به اذا كان برسمي خدم فورماسيون به ان شاء الله ان شاء الله نعطيك زاد ورقه باش تلعب معنا مع برومو كود وان شاء الله مربوحه يعيشك ميرسي بوكو اتوتا لوغ تنجي ناخذ عندك الورقه نخرجوا لبرا ونشوفوا الاجواء لبرا شنو عندنا طبعا في رابط مباشر مع اونس الباقلوتي القهوه معبيه والعباد الكل اي العباد الكل تفرج على التاسعه كان عسلامة أنت في المباشر مع تسعة كان قد منا روحك؟ عمر الصغير من المسير عميرة الفخور عشك شنو قولك في مردود المنتخب؟ والله حسب شفت معناتها وتفرجت على المنتخب كانوا ينجموا يعطيوا مخير معناتها وكانوا ينجموا يعطيوا مردود مخير لكن ظروف ولا ما عرفش كيفاش ان شاء الله اللي جاي خير وكهو ان شاء الله باش نعطيك ورقه باش معنا برومو كود وان شاء الله مربوحه كيما اللي كنتي كيما المنتخب ان شاء الله نهار الاثنين نعطيوها الورقه باش يلعب معنا عسلامه ان فيت عادل هوني قيت ان غران جوور برومو كود اوكي من احباء برومو كود دونك ديما برومو كود وربحين جونا بيه حاسين منفنف في الصيف في جرد برومو كود هيا العباد الكل كيما قالك تنففوا مع برومو كود اعطينا قولك في المباراه نتاع المباريات اللي لعبها معناها مردود المنتخب والله فما مشاكل بالجمله فما مشكله نتاع روح نتاع قليب نتاع جرينتا فما تفلسيف زايد من المدرب برشا جوارات مش في اللي بوست نتاعهم وفما تحس في التعامل نتاع المدرب مع الجوارات فماش عدل معناها توا هو مشي باستراتيجي الجول اللي يغلط ما يلعبش تروح يجي عملها مع فاروق ما عملهاش مع معاذ حاتسي معناها وفما جوارات انتو شابل برشا خور حاسيلو في المنتخب ان شاء الله مربوحه المنتخب نهار اثنين وان شاء الله مربوحه لك انت المره هذيه الكانيوت 5000 دينار بونوس ونحب نقول اللي متزهي كان الترجي في تونس راهو ملخ ان شاء الله كنت دونك خليك تعمل الورقه نتاعك 5000 دينار بونوس نمشي ونشوفوا مشترك اخر معانا دونك عسلامه مسيو عسلامه عسلامه مرحبا عايش ديريكت مع التسعه اي مرحبا مرحبا قلنا شنو قالك في مردود المنتخب بون في فاز دو بول ما راوش حاجه كبيره ان شاء الله دوزيام تور نعملوا حاجه به ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مربوح خليك انت معانا ان شاء الله نعطيك ورقه تعمرها ومن بعد نجي ناخذ من عندك اوكي ميرسي داكور يعيشك به عندي يظهر لي عنصر نسائي باش نشوفوا الراي نتاعو وين العنصر النسائي جماعة هون يحبوش يتصوروا بيه شكون يحب يشارك معنا مع برومو كود قد من روحك سامحني وليد نسكت في العوينة هاني بقى ايش قولك في منتخب في المردود متاعه واعطينا هكا تكهناتك نهار الاثنين على الحيط اي وبستروح
وان شاء الله انت توا كي باش تعمل معانا ورقه بروموكود ما تكونش على الحيط، باش نعطيك الورقه فهمت 5000 دينار بونوس كيما تشوف عادل. دونك الاجواء هوني لعبت كل تفرج على التاسعه كان وتشارك في البروموكود ان شاء الله نروح نلعب الكل. ما يبقى لي كان اللي هربوا ما نعرفش، خرجوا بالسرقه خرجوا بالسرقه امام ولا وين الكنيوت 5000 دينار بونوس ما عجبتهمش يحبوا على اكثر من هكا بي ولا لبس عليهم كيفاش علاش هربوا لبس عليهم لبس عليهم. هاو فما شكون من العوينه يعرف وبعضهم في العوينه قال لك لبس عليهم هذاك علاش هربوا ان شاء الله ديما لبس عليهم. نقول لكم كل عاده دونك كونيكتيفو سور promocode.com وعلى الابليكاسيون app.promocode.com. تنساوش لمزيد المعلومات على الباج فيسبوك بروموكود تونيزي. توحشتكم برشا في البلاتو ونشوفكم غدوة بقدرة ربي. كابتن باي باي. يعطيك الصحة أنس البقلوتي، حدثنا طبعا من العاصمة في متابعة لأجواء طبعا الكان وخاصة مسابقة بروموكود مع الجماهير التونسية وأحباء الرياضة في المقاهي وفي الأماكن الشعبية. إن شاء الله في كل مرة نحط الرحال في منطقة وفي جهة وفي مدينة حتى يكون تواصل مع كل الجماهير من جنوب البلاد إلى شمالها. دق دق ماشي ماركي ماشي ماركي هاني قل لك ماشي ماركي يودي بيان سور ماشي ماركي. ماشي ماركي قلت لك باشي ماركي امبوسيبل كان ماركي قلت لك باشي ماركي ماهوش باشي ماركي باشي ماركي ماهوش ماركي باشي ماركي ماهوش ماركي قلت لك باشي ماركي باشي ماركي ماهوش ماركي حط اختار برومو كود ربح استنى فيك نورمال فما الكاش اوت يا صاحبي. الربح يستنى فيكم مع برومو كود وايضا ان شاء الله الربح يستنى المنتخب ان شاء الله يسعى الى الربح والانتصار حتى يزيل هذه الغمه على الجماهير التونسيه. نتواصل بعد الفاصل.